أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حوارات ثقافية. نعود مجددا للفن، للمسرح وللدراما. كان هناك معلومة تتحدث عن أن الفن والمسرح نشأت بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن أدركنا متأخرين بأن هناك كانت تجارب سابقة حتى من منتصف ثمانينيات القرن الماضي. كانت هناك محاولات لشبان صغار جدا، هؤلاء هم من أصبحوا نجوم في قطاع غزة بسبب وجود الدراما، التلفزيون والمسرح، والتي امتدت أعمالهم الفنية عشرات الأعمال حتى هذه اللحظة. يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بالفنان والمخرج الفلسطيني أكرم عبيد. أهلا وسهلا فيك أكرم. أهلا بك أخي السيد أكرم. المعلومة الأولى التي تفاجأت منها كان اعتقادي بأنه أكرم عبيد موجود فقط مع وجود التلفزيون الفلسطيني، مع الدراما الفلسطينية، مع لو تذكر مسلسل ليالي الصيادين، لكن أكتشف الآن بأنه تجربتك سابقة بكثير. نتحدث عن 85، لم يكن وقتها أي بنية تعبر عن الفلسطينيين، كان هناك فقط الاحتلال. يا ريت تحدثنا عن التجربة هاي، كيف كانت؟ التجربة هذه كانت عام 85، كنت أنا بدرس في مركز التدريب المهني بغزة، فقرأت إعلان أنه في شباب عاملين مسرحية، فرحت أتفرج أشوف، فلقيت أنه يعني إشي أنا بحبه هذا وفي دمي يعني، وحابب أني أمثل، فعرضت عليهم أنه أنا ممكن أشترك معكم. قال أقعد أتفرج وكذا. ففي يوم من الأيام بغيب شخص عن دور معين، واقترحت عليهم انه انا ممكن امثل الدور، فمثلت الدور، انبسطوا على الاداء وعملنا المسرحية هاي. كانت عملناها في 85، كانت ذكرى الانطلاقة. وبعد هيك اتكررت في نفس العام في برضو شبان في خان يونس، كانوا عاملين مسرحية وعاملين اعلان لها بدها تنعرض على سينما الحرية يعني. فرحت انا وحكى معي شاب هيك، قال لي اذا انت حابب تشتري، قلت له قال مجهودات ذاتية، قلت له وماله يعني. انا ايامها اشتركت معهم واستاجرنا، لمينا منا من مصروفنا يعني، لمينا واستاجرنا السينما، اعطانا اياها في وقت هيك بين العروض بتاعت الافلام. شاب ابو طبرجي فتحي خالد كان جاب الخشب، في شاب مثلا جاب اكسسوارات، انا عملت لهم الدقن والشنب من جلد الغنم هيك، كتبت لهم البوستر، انا كنت خطاط ورسام في نفس الوقت، فعملت لهم الدعايه ومثلت في المسرحيات. فهذه كانت اول تجربه واحنا طلاب يعني، كان عمري يمكن 17 سنه ايامها او 18 بس. لكن كان هناك إحساسات بأنه أنت مشروع فنان، مشروع شخص ينتمي للدراما الفلسطينية، للمسرح الفلسطيني، تعاملت مع نفسك كمشروع فنان حقيقي؟ أنا أحكي لك كان الحلم موجود، رغم أنه كان كثير بيقولوا لنا يعني هذا إشي صعب، لأنه أنت في احتلال، وعلى فكرة تعرضنا لمضايقات أيامها من الحاكم العسكري، انطلبت كل الفرقة وكان في زي حظر علينا واعتقال يوم كامل كل الفرقة، وشروط إذا بدكم تعملوا إشي يعني، إنه يراقبوا الإشي ويشوفوا النص ومش عارف إيش يعني. فوقفنا بعدها. بعد هيك تكررت كمان تجربة أديت فيها دور المخابرات في برضو في مناسبة الانطلاقة أيامها، وتم اعتقالي برضو يوم او يومين على برضو انا يعني اعتقالي كان بس شوف على التمثيل يعني، على التمثيل وكان ردي على المخابرات ايام انه انت كيف حضرته للعمل وكذا. قلت له اسمع، احنا عنا عادات يعني، انه واحد بيشارك في حفل ممكن يعرفوا انه بيعرف يعمل اشي بيخجلوه هيك وبهذا وبيخلوه يقوم يغني او يرقص او كذا، فانا ارتجلت الدور ارتجال طبعا، وكان في تحضير يعني عشان اهرب من المساءلة. فكانت معاناة، كانت معاناة، بس كان في حلم انه نعمل اشي. لكن بالنسبة لك بدأ وكأنه اقامة التلفزيون والذهاب باتجاه اول مسلسل فلسطيني كان حمل عنوان ليالي الصيادين، هذا اعتقد بانه كان نقطة تحول بالنسبة لك كأكرم عبيد كفنان فلسطيني. صحيح، هو المسلسل يعني كان بالنسبة لي يعني علامة فارقة، لانه هو يعني لحتى الان كتير بعرفني باسم عواد، الشخصية اللي أنا أديتها كانت هي الشخصية المركزية في المسلسل. المسلسل حبوه الناس، انعرض في وقت كتير كويس بعد الإفطار في رمضان، ما كانش فيه المحطات الفضائية، ما كانش لسه الانترنت والقصص هذه، فكان
يعني تركيز الناس على تلفزيون فلسطين، لأنه كان حلم عند كل الناس. كنا لما نشوف أي شيء له علاقة بفلسطين في أي قناة نتابعه بلهفة. لما صار التلفزيون فلسطين، برغم أنه إحنا عملنا محاولات قبل المسلسل، كان في حلقات منفصلة من سواليف وفلاش وصدق المثل، حلقات منفصلة، بس هذا كان مسلسل، أول مسلسل متسلسل الحلقات، شد الناس. الجو يعني لوكيشن المسلسل كان البحر، والبحر يعني أجمل ما في غزة. القصة كانت بسيطة، رحمة الله عليه الكاتب عبد الفتاح مقداد اللي كتب النص، كانت التجربة الأولى في كتابة نص مسلسل، يعني تعاوننا على أنه يطلع مسلسل بإمكانيات بسيطة متواضعة. والأخرج المسلسل الدكتور صلاح القدومي، وقع اختياره أيامها علي على شخصية عواد، وأنا حبيت الشخصية. رغم أن أنا على فكرة انعرض لي فيلم على قناة تلفزيون الأردني في نفس العام اللي انعرض المسلسل، كان اسمه الأسعاف، كان من إخراج الدكتور سويلمان عبسي، وأخذ يعني انتشار حلو، وحتى طالبوا الأردنيين أنه بعرضوا كمان مرة. بس هذا المسلسل بقول لك كان علامة فارقة، برغم ضعف الإمكانيات وقديش ممكن يكون عليه مآخذ، لكن المسلسل لحتى الآن الناس حباه، من الجيل اللي حضره، وفي ناس بتشوفه لأنه في بعض الحلقات موجودة على النت، كانين مسجلينها ناس وحاطينها. سلموا سلم، ايش اللي اخرك؟ الموضوع جاهز. علي كان بيسأل عليك قلقان، مش عارف ليش انا حاسس انه علي عارف عنا كل اشي وساكت. لا علي بس مجرد شك. ابو علي يا ريس، ابو علي يا ابو علي يا ريس ابو علي. اسمعوا، مش لازم اي حد يعرف اشي عن الموضوع. ولا يهمك. طيب وقتاش اطلع على الموضوع؟ ما تستعجلش، طول بالك، لانه من يوم ما انفقد البرنس والمينا فيها حركة مش طبيعية. طيب انا جاهز وقت ما تقول. اصلا انا مخبي البضاعة في مكان الدين الازرق ما بعرفوش. مسعود، خليكم من مسعود، بعدين بتعرفوا مين هو مسعود. ايش يعني؟ هو كان في سؤال بيقول بانه ليش شخصيات ليالي الصيادين عاشت طويلا في ذاكره المكان، في ذاكره الناس والمواطنين، حتى جواد حروده في حلقه السابقه لليوم بنادوه بابو الشر، وانت بنادوه عواد، وكانه فعلا انتوا في فتره من الفترات دخلت وعي كل انسان فلسطيني، لانه اول هذا. لكن في عندك انت اعمال ثانيه وكمان شكلت على مفارقه. انتوا كنتوا لحد اللحظه هذه ليالي الصيادين مجرد شباب بيجتهدوا على المستوى الفني على المستوى المحلي، وفي الأغلب بتدور في المكان اللي اسمه قطاع غزة. وجدت نفسك ابن تجربة أكبر، تجربة عربية، وإحنا كنا شهود على حضور العديد من النجوم من الأردن، من ضمنهم عبير عيسى، من ضمنهم ربيع شهاب، وإنت كنت أيضا بطل في مسلسل مشترك. خلينا نتكلم عن التجربة هذه، وهل كانت فعلا نقلة بالنسبة لك؟ طبعا هذه نقلة كبيرة كانت، اني انا اشارك في عمل مشترك بين فنانين اردنيين وفلسطينيين، حتى في فنانين كمان فلسطينيين عايشين في الخارج كانوا، وكنا نتمنى انه نلتقي بيهم ونشترك لو مع شخصية واحدة. يعني الحمد لله اللي صار انه تم العمل هذا، وكان يعني بنجوم انا كنت وانا صغير بتفرج عليهم، يعني مثلا الأستاذ محمود أبو غريب، عبير عيسى، ربيع شهاب، أنور خليل، يوسف، والمخرج حسيب يوسف، كان حلم إني ألتقي به، يجي على غزة ويحب يعمل مسلسل ويشرك فيه الفلسطينيين اللي في الشتات وأردنيين، ويعمل تجربة. كانت يعني للأمانة هذه فرصة كبيرة إلي. ليش؟ لأنه أنت طول الوقت إحنا بنمثل مع بعضنا، والناس بتقول لك تجارب متواضعة، لكن لما بتشوفك انت مع نجم محترف وانت واقف
بندية أمامه. ساعتها بتمتلك معيار للقياس. أنا بالنسبة للآخر للآخرين. عندك كان مقياس. ومش هيك وبس، وهم كمان يتفاجأوا بأنه في عنا يعني امتدحوا كتير، يعني مثلا في مش بس في أنا يعني كأكرم عبيد، لا في جواد، في زهير، في أحمد حسين، في الشباب اللي شاركوا في العمل كانوا متفاجئين. وكانت على فكرة كان المفروض أنه البطل اللي بده يعمل شخصية نبيل، شخصية نبيل اللي أنا عملتها هي الشخصية الأولى في المسلسل، برغم أنه ربيع شهاب مثل مشاهد أكتر من شخصية نبيل لأنه بمثل شخصيتين. أه صح. لكن محور القصة والخط الدرامي كانت مع شخصية نبيل. يعني كان أول شغلة عملها ربيع شهاب لما دخل غزة كان حابب يشوف مين اللي هيعمل شخصية نبيل. وكان خايف لأنه هو ما بيظهر في الثلاث حلقات الأولى، فلما قالوا له أنه عنده مسلسلات وعنده أعمال وكذا قال ماشي. بس هم قديش كانوا مطمئنين لما كان تصوير أول مشهد، طلعوا كلهم يعنقوني يقولوا لي برافو، يعني أنه أنت مش بسيط يعني. هل كان وهذا توفيق من الله طبعا. هل كان يفترض بأنها تتواصل التجربة هاي معاكم؟ صحيح. رحمة الله عليه المخرج حسيب يوسف كان أعطاني نص جديد لمسلسل جديد ودور جديد كمان، دور يعني أنا كنت بتمنى أني كنت أعمله، بس شاء القدر أنه يعني توفى الله قبل ما نكمل التجربة. أنا قرأت النص الجديد وكان هو حابب الشباب الفنانين هنا، يعني كان يعني حتى كان المفروض أنه على أبو ياسين صديقنا ومجموعة جديدة من الشباب يكونوا في المسلسل الجديد، وكان بده يعتمد على الشباب ويجيب من برا أكثر العنصر النسائي لأنه كان العنصر النسائي عندنا قليل في غزة. ما هو لو في أمل يخليني قاعدين كان ضلينا، بس عايش بدنا نقعد. سوزان ما لازم نفقد الأمل مهما صار. نبيل هذا كلام مش منطقي. ولا شو المنطق برأيك؟ إني أرد عليك وأرجع لأمريكا؟ سوزان أنا قلت لك قبل هيك إذا أنت حابة ترجعي ارجعي، وأنا ما راح أزعل منك. وأنتي؟ أنا راح أضل هون وما راح أرجع إلا لما ألاقي إخواني. نبيل أرجوك تفكر. سوزان أرجوكي، أنت اللي أرجوكي. أنا قلت لك كلمة وقلت كلمة وما راح أتراجع عنها. إحنا بنعرف بأنه أنت عملت مع الأطفال وعملت في فيلم كان يا مكان، وبعتقد بأنه الفيلم كان جميل كتير، يمكن بذكرنا بتجربة عمل دريد لحام مع الأطفال، يعني نفس النكهة نفس الروح. هل كانت صعبة بالنسبة لك العمل مع الأطفال؟ يعني أنك أنت تتعامل مع فنان دائما يقف أمام الكاميرا هذا إشي جميل، لكن أنك أنت تطلع طاقاتك أمام أطفال ربما هذه هي تجربتهم الأولى، ما بعرف كيف كانت بتمشي التجربة، أنت كيف شفتها؟ اسمع، هي التجربة لذيذة وأنا بحب، يعني أنا من حد يعني من لحظة ما طرح علي صديقنا المخرج مصطفى النبيه الفكرة أنا تحمست لها كتير، لأنه الشخصيات الممثلين معي مشاهد محدودة، الممثلين الزملائي بس كله كان أكثر مع الأطفال، وكانت هي بمثابة رحلة سفر إنه بنجهز الأطفال وبدنا نوصل المعبر، لحد ما نوصل المعبر بتصير قصص كتير، فكانت التجربة كتير ممتعة وهي صعبة ومتعبة على الكل بس كتير لذيذة، لأنه أنت الأطفال سبحان الله هدول عالم عالم جميل ممتع، برغم قديش أنت بتتعب معهم أنا كنت مبسوط كتير، وكنت بنزل أحيانا بحس حالي أني بدي أكون زي الطفل معهم، ألعبهم أغني لهم أحيانا، مزبوط ممكن أبقى منفعل بس كنت بنبسط على المشاهد اللي فيها هيك فرفشة مع الأطفال هيك وضحكة وأغنية مثلا، وحتى غنيت لهم أغنية في الأوتوبيس هيك يعني انبسطوا فيها يعني، فحلو الشغل مع الأطفال جميل كتير. اسمعوا يا أولاد، احنا عشان نسافر لازم يكون معنا جوازات سفر، وللأسف جوازات السفر نسيناهم في قاعة المسرح. يعني مش هنسافر يا أستاذ؟ لا إن شاء الله حنسافر، بس لازم أجيب جوازات السفر. يا خسارة مش حنسافر؟ المهم هلقيت إنه ما نضيعش الوقت، أنا لازم أتصرف. يا أستاذ صلاح، صعب تلاقي في هالمنطقة سيارات. ليش؟ انت ناس ان اليوم الجمعة ومن ساعة ما اليهود سكروا الطريق الشرقية وفيش هن سيارات. ان شاء الله ربنا بيسهل وبنلاقي سيارة. اسمع يا أستاذ صلاح، انت لازم تثق فيها ونتصرف بسرعة، انا بقدر حنزل الاطفال هنا وانت تروح بسرعة تجيب الجوازات وتيجي، ما تطلعش فيها هيك مفيش وقت، يلا توكل على الله. طيب قبل ما نروح لفترة الانقسام اللي بعديها رح
تشهد الدراما بشكل عام حالة من التراجع على المستوى الفلسطيني. قبلها كان لك تجربة متعلقة بالإخراج، يعني أنت بدأت مسرح وبعدين رحت للدراما الأفلام والمسلسلات وبعدين قررت أنك أنت تروح للإخراج، هل كنت بترى بأنه هاي التجربة ضرورية، وخصوصا إحنا بنتكلم عن مهارات يفترض بكل واحد بيوقف أمام الكاميرا بيعرفها، يعني لا أتخيل واحد مونتير ما بيعرف يصور، واحد مخرج وخصوصا أنك أنت بتعمل بتلفزيون فلسطين، صحيح. حد على تماس دائم مع الكاميرات ومع معدات التصوير، صحيح. وبأنه ما يكونش في النهاية مخرج، وحصلت على جائزة بأعتقد أيامها كمان. كيف بدأت تجربة الإخراج معك؟ أخي سائد اسمع، إحنا بالعمل الفني دائما وين بنلاقي نفسنا بنحب نكون، يعني أحيانا أنت ممكن تكون في العمل تقرأ الناس تحس أنك أنت هنا حابب تعمل دور، أحيانا بتقرأ ناس بتحس أنك أنت هذا حابب تخرجه. يعني أنا في أعمال كتير اشتغلت فيها مش بس دور الممثل أو المخرج، لا في أعمال عملت فيها الديكور، في أعمال عملت فيها كتبت كلمات أغاني مثلا، في وين أنت بتحس أنك قادر تعطي بتحب تعطي، والتوقيت المهم يكون التوقيت مناسب كمان وأنت جاهز لهذا الإشي وتتحمس له. يعني أنا العمل اللي أخذت عليه جائزة أنا طول الوقت بحب أكون ممثل أكتر، رغم أني أنا أخرجت مسرح لأطفال وأخرجت مسرح لشباب، بس رصيد أعمالي أكتر تمثيلا والناس بتعرفني أكتر ممثل يعني. بس هذا العمل بالذات اللي هو مواسم الخير كان عن عمل، هو برنامج تعليمي أنا حبيت، كنت بخرج برنامج زراعي، فكانت الفكرة من مهندس عيسى الدهوك أنه تعال نعمل إشي إرشادي، فقلت له حلو بس بدي أعمله بشكل درامي، بشكل أنا كنت بخرج البرنامج، فعملت البرنامج مواسم الخير عمل تعليمي بس بطريقة درامية، حطينا حدوتي في الموضوع عشان نوصل المعلومة للمزارع وللناس، نوصلها بشكل درامي ولذيذ وحلو، واستخدمت اللي هو الأغنية الشعبية أو الموال، حتى كتبنا مواويل والدبكة أو الفلكلور الشعبي خلينا نحكي. المهم وصلنا المعلومة هذه والحمد لله العمل انعرض على التلفزيون، قعد 7 سنوات بنعرض كل سنة في موسم الزيتون. أول سنة قالوا لي بدنا حاجة للمهرجان، قلت لهم بعملش شيء جديد، في عندي إشي أنا عامله ممكن أشيك عليه وخدوه، وإذا يعني إن شاء الله ربنا يكتب له التوفيق، والحمد لله ربنا أكرمنا والتوفيق من الله يعني طبعا، وبجهود الشباب يعني اللي اشتغلوا معي في العمل يعني كتير اشتغلوا فيه، في كان السيناريو لخالد خماش اللي كتب المعلومات والأصل، المهندس عيسى الدهوك، أنا قمت بإخراج العمل، رامي عكاشة عمل للأغاني، الممثلين من محمد ياسين أبو فهمي، أحمد الشيخ، سعد العطر، مجموعة كبيرة اشتغلوا في العمل، وأنا مثلت جزء بسيط دور المهندس، الحمد لله ربنا أكرمنا في هذا العمل، ويأخذ 3 جوائز في عمل واحد، جائزة الإبداع الذهبية لأحسن إخراج، وهذا كان إشي حلو كتير. هلا بعد هيك الناس بيجي بيقول لك طب يا اخي اخرج 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 لك عمل ما دام انت يعني بتقدر تشتغل شيء حلو، نقول لهم ماشي هاتوا لنا نص حلو، هاتوا لنا تمويل كويس مستعد انا اعمل. طيب على ذكر التمويل وعلى ذكر دخولنا الان 10 سنوات من الانقسام، هل هدول المشكلات دائما بصحبوكم؟ كيف ترى انعكاس الانقسام على الحالة الفنية في قطاع غزة؟ والسؤال الثاني اللي هو التمويل، لأنه هذا حيقودنا للسؤال أكثر أهمية بعدين متعلق به اللي هو التمويل الأجنبي للفن، سواء كان على مستوى المسرح أو الأوبريتات الغنائية أو 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 إلى آخره، وكيف أثر. لكن قبل خلينا نتكلم في الموضوع هذا، كيف ترى أثر الانقسام في الحياة الفنية الفلسطينية؟ شوف دائما العمل الفني بده كل الجهود تتكاثف لنعمل إشي، لدرجة إنه أحيانا إحنا بنستعين، أنا اليوم أنا مبسوط لما بشوف في أعمال تقبى مشاركين فيها من جميع الوطن العربي، من جميع الوطن العربي، صحيح. وفي تجارب كتير إحنا شفناها وأنت بتعرفها، فإحنا في فلسطين أو في غزة، إحنا حتى في غزة إحنا ما بنستطيع حتى نشترك في أعمال مع 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 القسم الثاني من فلسطين اللي بحكم الظروف اللي في الضفة الغربية إنه نشترك في أعمال مشتركة، فنيجي كمان هنا في غزة يصير عندنا انقسام، فبعض الناس ما بيقدروش يشتركوا مع بعض الناس الفنانين يعني كويس، وبالإضافة لأنه ضيق يعني
الوضع الوضع ما فيش حرية لأنك تعمل. يعني خلينا نحكيها بصراحة، يعني زمان لما كنا بنشتغل أي مسلسل كل الوزارات كل الدنيا مفتوحة، إن لو بدنا نصور يعني لا يوجد إدراك لأهمية الدراما في حياتنا كشعب، حتى كشعب ثائر كشعب يطمح للحرية. ما فيش إدراك الآن لطبيعة هذه الوسائل وإنها جزء من مقاومتنا الناعمة للاحتلال وأنها تعكس صورتنا. عند الشعب وعند الناس لا في إدراك وبحبوا وبشجعوا وبدهم وبفضلوا المسلسل الفلسطيني والعمل الفلسطيني عن أي عمل خارج. أنا بحكي لك جد، لأنه هو اللي بيحكي وجعهم، هو اللي بيحكي همومهم. لكن اللي مش مدركين أهمية الدراما يمكن المسؤولين. المسؤولين طيب خلينا نروح لهم، هم اللي يدعموا الآن بتكثيف أكتر الأسئلة. التمويل الأجنبي وتأثيره، وكمان لماذا سعيتم أنت ومجموعة من الفنانين لكسر هذا الحاجز عبر الاستغناء عن التمويل الأجنبي والذهاب باتجاه تمويل نص مسرحي، عمل مسرحي اللي هو آخر العنقود؟ اسمع أخو سعد، احنا اشتغلنا كتير أعمال ممولة، ويا سيدي مشكورين اللي مولوا، مين ما يكونوا يكونوا. في النهاية احنا حتى لو برغم انه انت احيانا تشتغل ضمن إطار معين من ضمن الأفكار اللي هم بدعموها، لأنه أنت أحياناً تقدر يعني تتحرر من القيود هذا أحياناً وتعمل إشي، بس برضو بتضلك مقيد. أنت في النهاية أنا بديش أضلني أعرض ويدعمونا ويفرضوا علينا كيف نعرض ولمين نعرض أحياناً، كويس، ونستدعي الناس يعني تعالوا شوفونا. لا، إحنا بدنا نعمل مسرح نحس إنه الناس حتحبه وتيجي وتدفع تذكرة وتيجي تتفرج عليه، ان يدعم المسرح نفسه. هذا بكون اذا احنا قدرنا نحققه انا بعتبره انه انجاز كبير. طيب الفقر والبطاله واوضاع الناس، يعني هل ستمكنكم من انجاح هذه العمليه بانكم تستعيدوا القدره على التمويل الذاتي عبر الحضور المدفوع الاجر او مدفوع الثمن من قبل المواطنين؟ هل بتعتقد بانه ممكن يتم تمرير هيك فكره؟ والله انا بعتقد انه في كمان بلاد افقر منا كمان وبتحب الفن والثقافة وبتحوش من مصروفها عشان تروح مسرح أو تحضر فيلم سينما جيد أو تحضر حفل موسيقي كويس، وهذا يعني إحنا أولى به. يعني إنه إحنا يعني إن شاء الله ليش لا، يعني أنا بعتقد إنه ممكن. إحنا لازم نحاول. اسمع حبيبي سائد، إحنا طول عمرنا بنحاول وعشان أقول لك هالشغلة، أنا لو بدي أرجع للزمن اللي حكيته أنت في 85 وبعد وفي الانتفاضة وكذا وكذا، كنا نعمل ونخلي وقت يوم أو يومين عشان نجي نتدرب مسرح ونشتغل مسرح وبدون فلوس وبدون أي إشي وبدون أي تمويل ونعمل. اليوم لما صار في تمويل بقيود ماشي برضو بنعمل، يعني إحنا عملنا أكثر من مسرحية قبل هيك. يعني إحنا اشتغلنا مسرحية المهرج في يوم الأيام، رجل مولها، صحيح ما ربحش بس برضو كانت محاولة، والمسرحية على فكرة كانت بتذاكر اللي كانت من إخراج صديقنا المخرج علي أبو ياسين ويمكن تتذكرها، هي كانت في 84 في 94 على مسرح رشاد الشواق، وثمان عروض بتذاكر. هذا كان تجربة كويسة، لكن دخول الدعم وإنه المسرح يعرض مجانا هو اللي يمكن خلينا نقول عطل هذه الاستمرارية. بس الناس برضو خلينا نقول زهقت من المسرحيات هذه اللي المدعومة اللي بتحمل فكر معين أو أحيانا بتكون مش على هواها. فقلنا ماشي، اشتغلنا برضو بعدها عمل برضو خلينا فيلم سينما، مسرحية فيلم سينما كانت بتمويل من وزارة الثقافة، كانت في سنة لما كانت القدس عاصمة الثقافة العربية هذا كان تمويل من السلطة، ماشي، هذا كان عمل كويس ومولت عدة مسرحيات. في كمان اشتغلنا مسرحية دار الجنون، دار الجنون برضو حصلنا على تمويل، كانت القيود مش 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 قيود كتيرة، وكانت على فكرة المسرحية جريئة في أول سنة للانقسام وقلنا اللي بدنا إياه، قلنا الوجع مزبوط. وهينا قبل أسابيع عرضنا مسرحية روميو وجولييت في غزة وربنا يوفقنا. الله يا رب يسعدك، شكرا جزيلا للفنان والمخرج الفلسطيني أكرم عبيد لوجودك معنا في حوارات ثقافية. شكرا لك. شكرا لك وأنا سعيد. وإذا أعزائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حوارات ثقافية، نأمل أن نلتقيكم إن شاء الله على خير. إلى أن تأتي الحلقة المقبلة لكم منا خالص الحب
وإلى اللقاء.